ذكر محققون روس أنهم تتبعوا خطوات ابنة الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال من منزلها في موسكو وحتى المطار قبل أن تسافر إلى لندن، ولم يعثروا على أي أثر لغاز أعصاب. وبثت لجنة تحقيق الفيدرالية الروسية مقطعا مصورا من كاميرا مراقبة بمطار شريبتيفو في موسكو، حيث أوضحت أنها تتبعت سيارة أجرة كانت تستقلها يوليا سكريبال إضافة إلى تحركاتها داخل المطار. وذكر محققون أنهم فحصوا هويات جميع الذين كانوا على متن الطائرة ولم يظهر على أحد منهم أعراض تسمم. هذا وتزعم بريطانيا تعرض سكريبال وابنته للتسميم في بريطانيا بغاز أعصاب يستخدم للأغراض العسكرية.